السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أصدقاء اللغة العربية. We have started reading this dialogue. في السوق we did part one and part two. If you didn't watch them, please find them here over before you start listening and following this reading lesson في السوق part 3. أنا الأستاذ محمد and this is e-Arabic learning. Please follow me. Let's start. صاحب الدكان. Repeat after me, please. صاحب الدكان. لن تجد يا سيدي أرخص من هذا في السوق. Again. لن تجد يا سيدي أرخص من هذا في السوق. عمر، أصدقك لأنك مسلم والمسلم لا يكذب ولا يغش. Again، أصدقك لأنك مسلم والمسلم لا يكذب ولا يغش. خالد، وما هذا المكان الذي يأكل فيه الناس؟ Again، وما هذا المكان الذي يأكل فيه الناس؟ عمر، هذا مطعم يأكل فيه الناس والمطاعم في البلد كثيرة. Again، هذا مطعم يأكل فيه الناس والمطاعم في البلد كثيرة. خالد، مالي لم أرى مطعما في القرية. مالي لم أرى مطعما في القرية. عمر، لأن البلد فيه غرباء ومسافرون ليس لهم بيوت يقيمون فيها ويأكلون فيها، فيأكلون في المطاعم. أما القرية فالغريب فيها قليل، فلا حاجة في القرية إلى المطعم. We'll read them again. لأن البلد فيه غرباء ومسافرون ليس لهم بيوت يقيمون فيها ويأكلون فيها، فيأكلون في المطاعم. أما القرية فالغريب فيها قليل، فلا حاجة في القرية إلى المطعم. خالد، وأين نجد
الورقة والحبر والقلم والمرسم والنشافة وأدوات الكتابة. عمر: هذا دكان وراق تجد فيه جميع حوائج المدرسة. خالد: أشكرك يا صديقي الكريم، فقد أفدتني كثيرا، وأرى أن نرجع الآن إلى البيت ونصلي المغرب هنا. Again. هذا دكان وراق تجد فيه جميع حوائج المدرسة. خالد: أشكرك يا صديقي الكريم، فقد أفدتني كثيرا، وأرى أن نرجع الآن إلى البيت ونصلي المغرب هنا. عمر: نعم، وما بقي لي شغل. That was our reading lesson في السوق. I hope that was helpful and beneficial. I hope if you found it good learning, share the videos with your friends and don't forget to press like, subscribe our channel. وأراكم في الدروس القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.